منارة للعلم والمعرفة وصرح ثقافي شامخ من معالم الإمارات الباسمة يجمع الأدباء والفنانين والنقاد تحت مظلته في مناسبات حافلة بالإبداعات. قصر الثقافة رمزاً ثقافياً وتحفة معمارية ذو طابع حضاري إسلامي يخطف الألباب. يقع قصر الثقافة في منطقة الفلج بمدينة الشارقة على الجانب الآخر من ميدان الثقافة التابع لدائرة الثقافة، يحيطه عدة مباني حكومية شامخة بما فيها المكتبة العامة. افتتح المبنى رسمياً في شهر مارس عام 1987 بحضور مغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة حفظه الله، وأطلق عليه اسم قصر الثقافة في الحفل الختامي للنسخة العاشرة لأيام الشارقة المسرحية في 27 من مارس عام 2000 بعد أن أجريت له عمليات الصيانة والترميم وتم إضفاء لمسات جمالية فنية عبقة بروح الحضارة الإسلامية وطراز الفن المعماري التاريخي العربي العريق. يشهد قصر الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية الفكرية والفنية الكبرى كالمؤتمرات والمسرحيات والأمسيات الموسيقية والشعرية، كذلك الندوات والمحاضرات وغيرها من الفعاليات الثقافية المتعددة. يزخر القصر بالعديد من القاعات كالقاعة الرئيسية وهي أكبر القاعات وفيها خشبة المسرح المجهزة بأحدث الوسائل التقنية الحديثة من الصوت والإضاءة وبقية المكملات الفنية، وعلى يمين مدخل القصر توجد قاعة المؤتمرات وهي كذلك مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والترجمة الفورية، وتتبع القاعة العديد من الغرف التي تستخدم لاجتماعات اللجان والسكرتارية واستراحة المحاضرين. قصر الثقافة بطرازه المعماري الفريد ومكانته الثقافية المرموقة يمثل رمزاً شامخاً في إمارة تسعى إلى تسخير معالمها وعلومها في نشر الثقافة بكافة الوسائل والسبل لتكون الشارقة الإمارة الباسمة التي تتربع على عرش المدن الأكثر ثقافة وعلماً ومعرفة على مر العصور والأزمان.